هل فما اجراءات مشدده الان من الجامعه اخذت حتى لما نفقدوش اكثر من لعبيه ولا قدر الله ما نخسروش مواجهتنا القادمه سور تابيفير بسبب هالفيروس؟ خليني نقول لك بصفه 99% حسب رايي الشخصي انه العدوى صارت في التمارين وفي المباريات، لانه يعني الصحفيين التوانسه احنا وقت نعملوا نصوروا الحصص التدريبيه ولا نعملوا معناتها الاستجوابات تكون بعاد ياسر، تحقيق هذا مستبعد معناتها بالنسبه للملاعبيه. مش صحيح بعاد ياسر يا انيس، انيس مش صحيح بعاد ياسر. وقت اللي تعمل انترفيو بالتليفون، وقت اللي تعمل انترفيو بالتليفون يلزم دي ميكرو بيرش، لازم فما ديستانسياسيون بينك وبين الملاعبيه، معناها حتى لو حتى على الصحفيين هنا انيس زاد راه. هاو باش نجيك للزون ميكس، لانه انت قلت على الاجراءات اللي تنجم تتذاب. زون ميكس معناتها اوبليجي عليك تعمل حوارات. المنتخب الوطني التونسي وهذا حقيقه شخصيه انه العدوى صارت في اللاعبين معناتها الملاعبيه بين بعضهم في التمارين والا في المباريات، لانه والمنتخب الجامعه شنو تنجم تعمل؟ زون ميكس فرض عليك انك تعمل الادوار الصحفيه قلت شكون سيناريو غير بوع المدرب الوطني ومعاه ملاعبي. ومعناتها بين قوسين مثلا المباراه الكونفرنس الاخرى مثلا سيف الدين الجزيري ما كانش لابس بابيت في الادوار الصحفيه، منذر كبير ما كانش لابس بابيت، هذوما دي ديتاي، هذوما دي ديتاي وقت اللي نحكيو عليهم يقولوا لا راكم تشدوا في التفاصيل. لا ولو انه مش تونس بركه زاد باش ما نظلموش الرجلين، مش تونس بركه فما مدربين لوسي سيريت ومن غير بافيت، كيروش نفس الشيء، صلاح بيدو طلع بعد الماتش من غير بافيت. احنا بدينا توا كما اليوم سمعت في اذاعه في الكاميرون معناتها المنتخب احنا على حافه انه كانك لا قدر الله معناتها في تيست اخر توا يضربوا لك ملاعبين اخرين تولي ما عادش نجم معناتها ما عادش نجم تلعب مباراه، ولو انه كما قالوا المنتخب عنده 11 نجم يلعب بهم يبدا بهم المباراه مش اساسي، لكن من بعد التغييرات عندك ثلاثه ولا اربعه برك نجم تغيرهم فيهم معناتها ومعاهم زوج حراس مرمى، يعني الامور صعب شويه، لكن ان شاء الله ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي كما قلت يربح ثلاث نقاط ويواجه المنتخب الغير تقريبا. انيس على مستوى زاد الصحفيين فما اصابات بعض الصحفيين بالفيروس؟ فما هو كما خرج طبعا في وسائل التواصل كل شيء، فما زميلنا من المصور التلفزي من قناه التاسعه ومش صحيح انه قاعد يصور، هو قاعد يعمل في كونفينمون، هو قاعد يعمل في كونفينمون واحنا نتبعوا فيه، وحتى البيت كان زميلنا شكل كازالي هو اللي يسكن فيها البيت اللي هو خليته له باش يعدي فيها الحجر غادر صحيح غادر وشكل لا خاطر اللي راج انه قاعد يخدم ومهم ان نوضحه هذا لا مهم اي مهم ان نوضحه لانه راجل خطيه وقاعد معني ملتزم بالحجر بالحجر هو الراجل انا ممكن كنت في اتصال به منذ دقائق الراجل قاعد يتبع وديجا معاه زملائنا معناتها في نفس نتمنى له الشفاء العاجل احنا على كل نتمنى له السلامه زاد لبقيه الاولاد الكل